لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أصدقاء مرة أخرى وبقناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. أخواني كثير من الأصدقاء سألوني حول موضوع الريشة والأصابع، طريقة التمرين للهواة والمبتدئين. أنا راح نلاحظ الآن طريقة التمرين بالريشة والأصابع، راح نشوفها قدامكم. أي وتر تبدون به مثلا، يعني تحسب مع نفسك 1 2 3 4 1 2 3 4، إذا راح يصير لك الأصابع. طريقة التمرين هذا اللي يسوي الأصابع والريشة ويخليك تقدر تعزف، يعني هو هذا. أو البداية تكون عندكم تصعب، تصير وعلى طول تتمرون واتمنى تسجلوها في الموبايل وتسمعون الضربة، هل هي حقيقية؟ هل تميزها صحيحة؟ يعني هل الريشة أو هاي غلط، هاي خطأ. إذا تصبح بالأمس ولا تضرب الوش أو وجه العود. أصدقائي، وأنا أحب قبل دخول بالفيديوهات أنه يا ريت الإعجاب والاشتراك بالقناة من قبل أصدقائكم، أو المشاركة بالفيديوهات في القناة، مشاركتكم في الفيسبوك والإنستغرام لكي تكون انتشارة أكثر، كون عندنا احنا رسالة اللي هي تعلم العود بطريقة سهلة. وأنا وضعت رقم الهاتف والتليفون في صندوق الوصف لكي نكون أصدقاء ونكون ذو تواصل أكثر، وأي سؤال من عندكم أنا جاهز بالإجابة عليه ومساعدتكم، وأتمنى مشاركة الفيديوهات. وتحياتي لكم وشكرا لكم زياد هاد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.